لازم الدنيا كلها يبقى عندها علامة استفهام. برضو عايز اوضح شيء مهم جدا، ان النهاردة الحقيقة الكابتن خطيب مشي قبل او ما بين شوطي المباراة، اولا لسببين. السببين دول، السبب الاول هو انتوا عارفين طبعا الكابتن خطيب ظهره تعبان شوية وعنده مشكلة في ظهره، طبعا حاسس بألم شديد، ده اولا بسبب البرد. برد، الدنيا برد جدا، بقاله 3 4 ايام هو الحقيقة رايح جاي في كذا مشاوير تخص النادي يعني، فبقاله 3 4 ايام مجهد بشكل كبير جدا، فحس النهارده بوجع جامد جدا في ظهره، وراح خد ابره وروح على البيت عشان يعني يستريح شويه. فالف سلامه طبعا للكابتن الخطيب، وهنطمن حضراتكم اول باول طبعا زي الفل مفيش حاجه، لكن هو لان الناس اتكلمت في هذا الموضوع فانا بقول لحضراتكم ايه اللي حصل بالظبط. الكابتن خطيب حس وكان عايز يكمل، اعضاء مجلس الاداره كلهم الحقيقه قالوا له لا مش لازم، الحمد لله نتيجه كويسه، وفي نفس الوقت انت محتاج ان انت تريح، وراح خد ابره وروح على البيت. يعني ان شاء الله يبقى زي الفل ويرجع بكره الصبح عنده اجتماعات وعنده حاجات بصفه مستمره الفتره